طيب اسال حضرتك بقى على كذا لعيب من اللعيبه نطمن عليهم. عبد الله جمعه اخباره ايه؟ يقدر يرجع ولا لسه؟ عبد الله جمعه رجع خلاص الحمد لله، معمول له برنامج بدني. هو الولد نفسيا كويس قوي الحمد لله، هو طول شويه في الكورونا بس الحمد لله. ما قلت حضرتك انا نفذت بروتوكولي صح تمام. برافو عليك، برافو عليك. هو بقى 100% رجع، لا خوف عليه لا خوف على الفرقه منه، كل حاجه تمام. هو رجع وبيتمرن في النادي. الناحيه بقى البدنيه والفنيه هتبقى مع مستر باتشيكو وبيدرو ودكتور مطراوي، ان احنا ننسق بيننا كلنا ازاي الولد يرجع بسرعه في 24 الاصابات، لانه قعد 3 اسابيع وهو كويس الحمد لله مفيش مشاكل. الحمد لله. طيب اخبار اوباما ايه برضه؟ هل هو جاهز للمشاركات الرسميه ولا لسه؟ اه اوباما، لا اوباما جاهز، اوباما دخل معانا السكور بتاع الماتش اللي فات وكان موجود موجود على دكه، طبعا ما كانش مكتمل بدنيا 100% عشان كده يمكن مستر باتشيكو ما نزلوش، بس هو كويس بالنسبه لي مفيش فيه اي مشاكل خالص. طيب عبد الشافي هيرجع امتى ان شاء الله؟ عبد الشافي يعني احنا خلاص احنا دلوقتي في المرحله الاخيره من علاجه، وبرده كويس ان حضرتك سالتني عشان بس اوضح للناس. واللي عمل عمليات واللي عمل كسور يقدر كويس قوي يفهم القصه اللي انا بقولها دي. ان كل كسر ليه مده معينه في الالتئام، في رينج الطبيعي للكسور من 6 لـ 8 اسابيع زي ما قلنا. في بعض الاشخاص جسمهم بيبقى نسبه الالتئام بتاعته بتاخد وقت اطول طبعا، وما بيحصلش التئام سريع، وده اللي حصل مع عبد الشافي، ان احنا حصل تاخير في الالتئام. احنا عملنا له حاجه اسمها تحفيز للالتئام، دي بتبقى جراحه صغيره كده داخل عملها. احنا دلوقتي في المرحله الاخيره، هو ماشي كويس، هو بدنيا هو بيتمرن كل يوم معانا في الجيم. كل المشكله بس ان انا عشان ادخله الالتحامات دي امتى. احنا هنعمل اشعه الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله، اشعه مقطعيه. لو اطمنا نسبه الكسر خلاص التئام فوق ال 95% او ابروتش ال 100% هننزله على طول باذن الله.